متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من عروس المصايف، من ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة، نلتقي بحضراتكم في مساء يوم الاثنين 17 من شهر سبتمبر لعام 2018، ونلتقي في 7 من محرم لعام 1440 للهجرة. هكذا متابعينا الكرام، الاستعدادات على قدم وساق في مهرجان غالي على قلوبنا، مهرجان سيدي ولي العهد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله ويرعاه وجعله ذخرا لنا يا رب العالمين. في هذا المهرجان الذي اجتمع فيه أبناء الخليج للمشاركة في هذا الكرنفال، في هذا الحدث الهام، في هذه الرؤية التي تتحقق بها أحلام وطموحات ملاك الهجن في المملكة العربية السعودية. نرحب بالمتابعين عبر القنوات الناقلة، قناتنا السعودية الرياضية التي تنقل الأحداث الهامة والمهمة في هذا الميدان، ميدان الطائف. كذلك الترحيب بقناة ياسي ومتابعيها الكرام، وقناة دبي ريسينج، وقناة المرقاب، وقناة الصحراء. الترحيب بكافة القنوات التي تنقل هذا الحدث، لا شك بذلك، في المملكة العربية السعودية. إذن بسم الله وعلى بركة الله، أعلنت انطلاقة الشوط الرئيسي الأول في هذا المساء الجميل، أول أشواطنا المفتوحة في هذا اليوم التي خصصت لسن اللقاية. انطلق شوط الإبكار الرئيسي 4 كيلومترات، البحث عن الرمز الغالي، البحث عن اللقب الغالي، الكاس الذهبي الذي ينتظر واحدا من هؤلاء المشاركين، إضافة إلى 700,000 ريال سعودي كدعم كريم، كدعم سخي، كدعم غير محدود لرياضة الآباء والأجداد. انطلقت الشعارات الجميلة وانطلقت الألوان الزاهية لنرحب بكافة المشاركين من هجن أصحاب السمو الأمراء والشيوخ. مقدمة الشوط المركز الأول والانطلاق والمتابعة، من تحمل الرقم 12 تتقدم نسمة على مستوى المركز الأول ممثلة للمملكة العربية السعودية بشعار هجن النايفات. يقدم لنا نسمة المضمر راشد بن حمد بن حلفان المري، ولكن المركز الثاني والتغيير والانطلاق من الشعار الفاخر، من يقدم لنا زاخر على مستوى المركز الأول لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. لأرحب بالمضمر الظافر علي بن جميل الوهيب، وأرحب بالرياسة وحجنها. التقينا والهوى ماله أمان في عروس المصايف في ميدان الطائف. مرحبا بالجميع من قلب نايف، ولكن اللي غيرت، اللي احتلت المركز الأول، رفحة يا رفحة اللي غيرت وانطلقت إلى مقدمة الشوط، وتعود ملكية رفحة لهجن النايفات. يقدم لنا رفحة المضمر سعيد بن حديبان المري، مرحبا بك يا ابو هلال، وطموحات ابناء المملكة يا ابو هلال، يتمسكون بعنق رفحة من اجل انتزاع الكاس، من اجل انتزاع اللقب، الكأس الغالي الذي يحمل الاسم الغالي على قلوبنا. مهرجان ولي العهد
حفظه الله ورعاه. الكاس يا ناس، الكاس الحساس، المركز الثاني، الوصول والانطلاق والاندفاع والتواصل. هنالك حجن ند الشبا القادمة من دانة الدنيا دبي والمملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمرها هنالك في المتابعة سعيد بن سالم. ولكن التغيير والانطلاق والتواصل أوصلت في هذه اللحظات ديمة، ديمة يا ديمة، غيرت وانطلقت على المركز الأول، وتعود ملكية ديمة في هذه اللحظات لحجن النايفات. يضمرها فهيد بن محمد بن بيشان العجمي. يا بن بيشان، الكاس الذهبي ينتظر، الكاس الذهبي ينتظر. أمال المملكة متطلعة لاختطاف الكاس، لانتزاع اللقب، لقب غالي، مهرجان غالي، الشوط غالي، الكاس غالي. كاس سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله. يحتار ما بين ديمة، ما بين ديمة وما بين غرنوقة لحجن النايفات، وكذلك التحرك والانطلاق من نيوم القادمة بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود ماجد بن حلفان المري في التضمير. ولكن هجن النايفات، هجن النايفات، الكاس الذهبي، الكاس الذهبي، ما بين ديمة ما بين نيوم، هجن النايفات. وأيضا نيوم لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. اللحظات الأخيرة يا بن بشار، يا بن حلفان، الأمتار الحساسة، الأمتار الأخيرة، الكوس إلى النايفات، إلى النايفات. إن لم يكن هنالك لنيوم، نيوم الرؤية الجديدة نيوم، ولكن ديمة وهجن ند الشبا قادمة، قادمة، قادمة. ديمة، 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 هجن النايفات بن بيشان وند الشبا، ند الشبا. ولكن النايفات، النايفات يبقون الكاس في المملكة، في المملكة. يا سلامي عليكم يا السعودية، يا السعودية، يا السعودية، يا السعودية. النايفات بن بيشان، بن بيشان، كالجبال النايفات الشامخات الثابتات في كل محفل، في كل مهرجان. ديمه، 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 الله يديم الافراح، الله يديم الامن والامان، الله يديم النواميس والانتصارات. ديمه خاطفه الكاس، ديمه خذت الوليمه وروحت بالانتصار، لتبقي هذا النوماس في المملكة العربية السعودية. مالك النايفات، عاشق النايفات، داعم النايفات، لك تحية وسلام من أعماق قلوبنا، من أعماق قلوبنا. ويفهيت يا بن محمد، يا بن بيشان، يا العجمي، يا العجمي، يا العجمي، شلي سويته، شلي سويته يا ولد بن بيشان، شلي سويته بالتوقيت الزمني، لم أصدق ما أراه أمامي حتى هذه اللحظة. ولكن في هذا العهد، في هذا العزم، في هذا الحزم، يتحقق كل ما هو مستحيل. هجن النايفات، 5 دقائق 39 ثانية، 81 جزء من الثانية. مشكور يا بن بيشان. يا فهد، يا فهد، يا فهد، يا فهدنا يا فهد. المركز الثاني هجن ند الشبا، أقدم الثانية لمالكها ولعهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، فزاع الانتصارات، مشاركا هذه الفرحة وهذه المناسبة مع المضمر سعيد بن سالم. 5 دقائق
40 ثانية وعشر أجزاء من الثانية، هكذا هي الفائزة معنا في المركز الثاني الشاحنية. المركز الثالث نيوم رؤية المستقبل وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، من قدم لنا الكثير والكثير في هذا المجال. تهانينا لك على هذا الانتصار، والتانية لماجد بن محمد بن حلفان المري، 5:41.31 جزءا من الثانية. بينما المركز الرابع كان الوصول ايضا من هجن النايفات، مؤكدة الانتصار بتوقيت زمني مقدار 5:43.35. من قدم لنا رعبوبة مع هجن النايفات المضمر فهيد بن محمد بن بيشان العجمي، من قدم لنا ديمة التي سوف نتغنى فيها كثيرا لانها قادمة لمستقبل كبير. المركز الخامس يأتي هنا حمر لحجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، 5:43.63 جزء من الثانية مع هجن الرئاسة مع المركز الخامس. من انتزعت أول رموز تسجل باسمي ولعهد المملكة عندما قدم لنا التماس، هكذا النواميس تنتقل من عزبة إلى أخرى. إن دل هذا الشيء يدل على قوة المنافسة، على المتعة والإثارة. أشواط حماس، أشواط الكاس، أشواط تحرك كل إحساس. وعندما تحرك الأخضر، عندما تحرك بالسيفين والنخلة، تحركت المملكة بأكملها من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، تغني وتردد يا سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشيم، يا دار الأبطال.